بسم الله الرحمن الرحيم. مين يستطيع، مين اللي بيقدر يهزمك يا شعبنا؟ لا من تقوم وتهب وتبداه الطريق، مين يحتمل يمرق يلاقيك في الدروب وكتين تفج العتمة تسطع كالبريق. في البداية بنترحم على أرواح الشهداء اللي فقدناهم الليلة في مليونية 30 من يونيو. فقدنا 5 شهداء شهيد في مدينة عطبرة، و4 شهداء في مدينة أم درمان، وأكثر من 200 مصاب في مدن السودان المختلفة. بيتحمل تماما مسؤولية هذه الأرواح وهذه الإصابات المجلس العسكري الذي عجز عن تأمين أرواح السودانيين لمرة ثانية ولمرة ثالثة، وكتكرار مستمر للمرات العديدة اللي بيتعرض فيها المتظاهرين السلميين السودانيين للعنف المفرط ولإطلاق الرصاص الحي عليهم وللضرب بالهراوات وبالعصي وبقنابل الغاز المسيلة للدموع. اليوم أثبت الشعب السوداني، أثبت السودانيين جميعا إنهم في كامل التصميم والإرادة والعزيمة. أثبتوا إنهم لن يتراجعوا إطلاقا عن الوصول لتحقيق السلطة المدنية باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق أهداف الثورة السودانية المتمثلة في إعلان الحرية والتغيير. وبعد أن حاول، بعد ما حاول المجلس العسكري أنه يهزم إرادة الشعب السوداني عن طريق مجزرة 3 يونيو 29 من رمضان، الليلة أثبت الشعب السوداني أنه قوي وأنه شجاع وأنه قادر على تحقيق أهداف ثورته كلها، وأنه ما في أي جهة بتستطيع هزيمته، وأنه ما في سلاح بيخليه يتراجع من تحقيق مطالبه كاملة. نجحت المليونية نجاح باهر. ملايين السودانيين خرجوا في مدن السودان المختلفة في الأقاليم المختلفة، نذكر منها بور سودان وكسلة والأبيض ومدني والقضارف، عبرة، الفاشر، سنار، سنجة، زالنجي، بنقلة، رفاعة، الحصحيصة، كريمة، ربك، حلف الجديدة، نوري، الدمازين، خشم القربة، الرصيرس، الفولة، ربك، في مدن الخرطوم المختلفة، في كوستي، الدويم، ونيالة، وأربجي، وعدد آخر من المدن والقرى السودانية. خرج السودانيون بالملايين عشان يحققوا مطالبهم، عشان يأكدوا على وفائهم لكل التضحيات اللي قدمها الشعب السوداني خلال فترة طويلة جدا من تاريخ السودان، ابتداء من ديسمبر من العام 2018 ولحد الآن. أثبتوا إصرارهم وعزيمتهم وهم ما يزالوا بيتمسكوا بكامل السلمية في حراكهم، على الرغم من القتل والسلاح الموجه في صدورهم ورؤوسهم، على الرغم من التعذيب والاعتقالات والفصل التعسفي اللي بيتعرضوا له كل يوم في ظل دولة المجلس العسكري الانقلابي. وأثبتوا حاجة واحدة وأكيدة وحقيقة ما في منها أي شك، أو ما فيها أي شك أو مواربة، إنه المجلس العسكري أمام خيار واحد لا غير، وإنه يستجيب فورا لمطالب الشعب السوداني. ما في حاجة بتخليه يتراجع، وكل السبل اللي حاولتها الجهات المختلفة الغاصبة اللي حاولت تفرض سلطتها على السودانيين أثبتت فشلها تماما، وإنه ما في أي طريق غير طريق الشعب السوداني اللي اختاره بكل وضوح وصرامة. بنأكد على وفائنا إحنا في تجمع المهنيين السودانيين مع شركائنا برضو في قوى الحرية والتغيير، وتمسكنا الكامل بمطالب الشارع السوداني، وإنه نحن لسنا سوى معبر عن هذه المطالب، وإننا ما حنتراجع عنها أبدا، وحنظل نتمسك بها لحد ما نصليها، لأنه ما في خيار آخر غير الوصول لها بصورة عاجلة وفورية وسريعة. بنأكد استمرار جداول العمل الثوري والجماهيري بنفس الطرق السلمية اللي اتبعناها خلال ال6 شهور الماضية، وإنه في جدول للعمل الثوري والجماهيري حيصدر قريبا عبر منصات تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير. ضروري جدا برضو الليلة نقوم بشكر واسع وكبير للسودانيين في كل مكان، في كل أرجاء العالم، قاموا بحملات تضامنية كبيرة وواسعة في كل مكان، ضغطوا بها وحاولوا يوصلوا بها صوت السودانيين لكل الحكومات العالمية. بنشكرهم الشكر الجزيل، وبنأكد على أنه هو دورهم، ولا بد أن الدور ده يتواصل،
وبيأكد الدور ده تماسك ووحدة الشعب السوداني في كل مكان، وحدة الشعب السوداني داخل وخارج السودان. بنشكر الشعوب الحرة في العالم أجمع الداعمين للديمقراطية ولقيم العدالة ولحقوق الإنسان وللسلام في العالم كله. بنأكد على ضرورة تمسكنا واستمرارنا في التمسك الشامل بالسلمية، وإنه هو ده السلاح الأقوى من كل سلاح آخر. ما عندنا أي وسيلة للوصول لمطالبنا ولتحقيق أهدافنا غير تمسكنا الشامل بالسلمية. ما نستجيب لأي محاولات لجرنا للعنف، وإنه وفاءنا الحقيقي لدماء الشهداء هو بيكون بتمسكنا بالسلمية، لأنه هي دي الطريقة الوحيدة اللي بتوصلنا للسلطة المدنية، اللي بتوصلنا لتحقيق الأهداف اللي خرجوا من أجلها أخواننا وأخواتنا أبناء الشعب السوداني ضحوا بأرواحهم. وإنه السلمية هي اللي حتوصلنا للسلطة المدنية الانتقالية اللي حتحقق جميع أهداف إعلان الحرية والتغيير. المهم جدا في اللحظة التاريخية من لحظات الشعب السوداني اللي احنا فيها الليلة هو التماسك، تماسكنا ووحدة قطاعاتنا الجماهيرية المختلفة، تواصلنا في التنسيق والتشبيك والترتيب، وإنه نعرف إنه ده هو الطريق الوحيد اللي بيحقق لنا جميع أعمالنا. الشعب السوداني سينتصر، والشعب السوداني لن يهزم، ولن يستطيع أحد أيا كان أن يفرض مجددا سلطته عليه بدون إرادته. الشعب السوداني هو الذي سيحكم، وإرادة الشعب السوداني هي التي ستنتصر، ونحن قدامنا الصباح.